مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا ونبحر مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة. الأخت سمر الأرنؤوط تسأل سؤال في خاص بالسيدة مريم، تقول في سورة مريم أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، وقالت في سورة آل عمران قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فكيف نفهم هذا الفرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذا السؤال شبيه بسؤال سبق في حلقة ماضية، نعم، لكن كان السؤال على لسان سيدنا زكريا صحيح، هناك الآن على لسان السيدة مريم، نعم، والجواب راح يكون شبيه حقيقة. هو في سورة مريم ماذا قال لها الملك؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. فالجواب أن يكون لي غلام، يعني نهجت نهج الملك في الكلام، لأهب لك غلاما زكية أن يكون لي غلام. في آل عمران إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، بكلمة، وما قال غلام ولا ولد، ما قال، لا، الكلمة عامة، الكلمة أعم من من الغلام. فقالت أن يكون لي ولد، الولد أعم من الغلام. الولد إحنا قلنا يشمل الذكر والأنثى، صحيح، هكذا. فلما كان التبشير بكلمة وهي أعم كلمة، بكلمة منه، ذكرت الكلمة الأعم، ذكرت الأعم هو الولد. لما كان التبشير بالغلام أخص. يعني قال اسمه المسيح، اسمه، إيه، هو قال بس بكلمة، كلمة عامة، صح. حقيقة هنالك أمر آخر حقيقة. في سورة مريم كان الذي بشرها في القرآن ذكر أنه ملك، يعني واحد، إنما أنا رسول ربك، تمثل لها بشرا سويا، نعم، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك، واحد. في آل عمران إذ قالت الملائكة كثير جمع، أي الأعم؟ الملائكة. طيب الولد يطلق على الواحد والجمع، الولد طبعا، أنا يعني الولد جمع، يصير ولد، يصير طبعا، يصير مفرد، يصير جمع الولد. أنت راني أنا أقل منك مالا وولدا، الولد في اللغة مفرد وجمع، وأنا سيد ولد آدم طبعا، صحيح، قالوا من صراحة صوت السلام، صح. لما جاء بالولد، لما جاء بالملائكة نسب ذكر الولد الذي يطلق على الجمع، ملائمة يعني من جهتين، يعني جيد، من جهة المفرد ومن جهة صح المناسبة البشارة. فناسب. هو غلام مرحلة عمرية سنية في حياة الإنسان هذا؟ يعني لها عمر معين وولد؟ قبل أن يكون شاب صغير. الولد تعبر عن مرحلة سنية؟ لا، الولد عامة، هي عامة، يعني كل غلام، كل ولد غلام، لا، كل غلام ولد، كل غلام ولد، وكل بنت ولد، وليس كل ولد غلام، يعني لا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. تمام. في قوله تبارك وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا،
في سورة الأعراف، لماذا قال قومه ولم يقل من قومه، اختار من قومه؟ هو لو يعني لو فقط لو نظرنا في الإعراب راح يتضح السبب. طيب. واختار موسى من قومه 70 رجلا. سبعين رجل مفعول به. يعني لو ذكرنا من، واختار موسى من قومه. طيب أصلا خرج الآية واختار موسى 70 رجلا من قومه. إيش راح نعرف 70؟ 70 مفعول به الفعل اختار. صح. سليم. الآية نرجع للآية. واختار موسى قومه 70 رجلا، فيها إعرابين أو ثلاثة. ما هي 70 بدل. بدل. أو مفعول به. أو مفعول به أيضا. أو عطف بيان يعني. ها. تصير. الآن اتسع المعنى. صح. صار يعني ليس ذاك لو قال من قومه ليس بها إلا واحد. حدد وجها إعرابيا واحدا. مو فقط إعرابي، المعنى راح يصير. سليم. وبالتالي معنى إعرابي. أصمم الإعرابي. فلما قال واختار موسى قومه 70 رجلا على إعراب البدل، معناه أنه تخير هؤلاء، فكأن هؤلاء 70 هم يعدلون القوم. قال بدل. طبعا بدل مطابق. بدل هو جزء من بعض من كل. بعض من كل. بس كأن هؤلاء هم يعدلون القوم. من حيث الدلالة. من حيث الدلالة. صح. واختار موسى قومه. اختار قومه 70 رجلا. يعني هؤلاء 70 يمثلون القوم، مو فقط يمثلونهم، وإنما هم تخيرهم هكذا، تخير القوم ثم. إما نقدر نزع الخافض واختار موسى من قومه فيكون مفعول به على المذهب، على كما لو ذكرت من. نعم. هذا الوجه الأول. إما نزع الخافض يعني كما لو أن من ذكرت. نعم. واختار موسى. والآخر هو البدل الذي ذكرناه الآن. فإن حذف من هنا أو عدم ذكر من راح يفضي إلى معنيين، بينما ذكرها لا، يخصص معنى واحد. صح. خلاص. وهذا أشمل. طبعا هذا أشمل. لكن وفي كلا الحالين اختار 70 رجل. لا شك عدد واحد يعني. لا يختلف هو. لكن الدلالة. سبحان الله. دلالة. وبالتالي قومه منصوب على نزع الخافض. ولا تصير مفعول به هكذا. هو طبعا هو هكذا. يعني إما نزع الخافض أو مفعول به. أو مفعول به. مثل اخترت فلانا. هل يجوز لنا أن نقدر في القرآن الكريم دكتور فاضل استطراد جانبي؟ نقدر ما يحتمله المعنى. ما يحتمله المعنى وما تحتمله اللغة. أيضا. ما لا نخرج، لأن هذا لسان عربي، لا نخرج عن القواعد المعروفة المشهورة في اللغة. نعم. صح. طب يعني يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما كما جاء في سورة الأنعام، وقال في الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. لماذا قال هنا قيما وهنا قيما؟ هو يعني الفرق بين قيم وقيم. ومعذرة، وهل يجوز نقول لماذا قال ربنا؟ يعني سؤال المستفهم. أو يقول ما دلالة قيم وما دلالة قيم، ما معنى ذلك يعني كيف نفسرها؟ أنا أود أن أتأدب وأنا أتحدث عن الله سبحانه وتعالى، فربما لا تسعفني السؤال عن الدلالة. قد يكون نقول ما دلالة كذا، الفرق بين كذا وكذا مثلا الفرق. وإذا قلنا لماذا قال هنا وهنا، يعني نحن لا نحاسب الله عز وجل، يعني نحن لا. أما إذا كان سؤال مستفهم كأنه يعني هو لا يفهم فيسأل. فليس سؤال يعني. نعم. آخر. لا هو سؤال مستفهم، أننا لا نفهم يا دكتور، نتعلم منكم إن شاء الله. لا يعني. بارك الله فيك. طب ما دلالة قيما وقيما؟ القيم مصدر مثل الصغر والكبر. فعلها ماذا؟ قام. أي طبعا. قام يقوم صار على فيها. نعم. قيما مصدر هذا مثل الصغار والكبار. مثل معناها الاستقامة. وزنها فعل. فعل طبعا.
صغر مثل نعم. صغر نعم وعظم وعظم هذه قيم قيم معناها الاستقامة الاستقامة يعني إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا يعني مستقيما مو فقط مستقيم مبالغ في الاستقامة وصف بالمصدر هو هو الاستقامة بعينها الله دينا قيما هو الاستقامة بعينها مبالغة نعم القيم المستقيم صفة مشبهة ففي الكهف الذي أنزل على عبدي الحمد لله الذي أنزل على عبدي الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما القيم قيم صفة مشبهة مثل سيد مثل جيد مثل طيب مثل ميت مثل هين مثل لين يعني ماذا صفة مشبهة دكتور فاضل مصطلح صفة مشبهة في يعني صفة مشبهة باسم الفاعل تفيد الثبوت اسمها صفة مشبهة باسم الفاعل نعم هي معروفة في الدراسات أنها هي صفة مشبهة لا هو هذا اختصار هو القدامى يسموها الصفة المشبهة باسم الفاعل هذا اسم الأول الصفة المشبهة باسم الفاعل يعني مشبهة مشبهة من حيث اللفظ مثلا من حيث العمل من حيث العمل لأن تأخذ ترفع فاعل الله أكبر ترفع طبعا تعمل تعمل نعم إذن قيم صفة مشبهة القيم لا مصدر نعم القيم معناها المستقيم القيم معناها استقامة نعم قيم مستقيم يعني اسمح لي أقف هنا يعني قليلا بعد هذا الفصل وأصل الحوار مع حضرتك حتى نستوعب قيم وقيم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فصل ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاحباب مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه ومع مرحب ضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي مرحبا بحضرتك مرحبا دكتور فاضل كنا نتحدث عن قيما وقيمه ذكرنا القيم هو المصدر نعم معناه الاستقامه القيم صفه مشبهه صحيح قال مبالغه ما اقول نعم معناه المستقيم يعني معتدل لا افراط ولا
المصباح الذي له زجاجة بهذا الشكل كأنها كوكب دري مضيء ضخم ساطع، يوقد من شجرة زيت ماله، المصباح غير يوقد من زيت، هذا الشجرة الزيت يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني في الوسط، لا شرقية فقط يصيبها يعني ضوء الشمس صباحا، ولا غربية فيصيبها ضوء الشمس في المغرب عند المساء، لا وإنما هي في الوسط، الشمس تضربها تفرحها من أول النهار. لا شرقية يصيبها ضوء الشمس في الصباح ولا غربية في المساء فقط. في المساء فقط، يعني لا يطلع عليها الصباح ولا المساء؟ لا يعني لا تصب بأذن مثلا؟ لا لا، وإنما هي في المنتصف في صحراء. أشرقية وغربية مكانية، مسألة مكانية. 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 الشمس تفرحها من أول النهار إلى آخرها. ليست في الشرق فقط فتتحول الشمس عنها. وليست الشمس عليها مستمرة. مستمرة. منيرة في حال إلى كل النهار. فهذا يكون زيتها عادة أصفى الزيوت. سبحان الله. هذا الزيت هو أصفى الزيوت. فعلا. وهذا معروف لدى الناس. طبعا معروف لدى الناس. الشجرة لا شرقية ولا غربية. هي زيتها أصفى الزيوت. سبحان الله. هو أصفى الزيوت هذا. أنا تصورت هذا تعبير على المجاز،
أرسلنا في قرية أي الأكثر أمومة جاء بالبناء الأطول يتضرعون يتضرعون قرية يتضرعون تناسب البناء الأمم وحدة وحقل صحيح هذا واحد. ثم قال لك ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أرسلنا إلى أمم أرسلنا إلى أمم الإرسال إلى لا يقتضي التبليغ لكن لا يقتضي
تكذيب